لقاء مع كاتبة وباحثة بعد تجاربها بالكتابة والمؤلفات والأبحاث بقضايا العالم العربي الاجتماعي والإنسانية، بتطل علينا بمعرضها الفني التشكيلي الأول تحت عنوان الانتظار. بيسعدنا اليوم نرحب بالفنانة التشكيلية منى خويس، شرفتينا. شكرا كثير لكم وشكرا لهالسلسله اللي دائما بتهتم بكل المواضيع. اهلا فيك. بكل الطاقات على كل المستويات، يعني خصوصي بالثقافه وبالفن، وللاسف باقي الاعلام شوي عم بيروح على السياسه والاهتمام، مساحه العامه بالاعلام على السياسه، فبتتسجل لكم، يعني يعطيكم الف عافيه. ثانك يو سو ماتش. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك منى. معودين عليك الكاتبه والباحثه منى، هلا عم نستضيف الفنانه التشكيليه. منى، شو اللي اخذك للرسم، ولا كان اصلا الرسم موجود؟ هلا ما كان اصلا موجود، بس هني عمليا ما كثير بعاد عن البعض، مرتبطين اكيد، لانه الكتابه موهبه وفن، والرسم كمان نفس الشيء. يعني ما حسيت انه رحت من محل لمحل تاني مختلف، حسيت انه بعدني بنفس المحل، لانه هو الاساس انه بدك تعبري عن فكره، ففيك مثل ما عم تعبري عنا على الورق تقدري تعبري عنا على اللوحه. هلا قديش قدرت، هيدا الشيء بيرجع للي رح يشوفه المعرض. هلا بالعاده بيقولوا في نوعين من الحضور للمعارض الرسم، هن المعجبين باللوحات، بتصيري هلا حسب تراقبيهم، في المعجب بلوحه مثل كان يقول بيكاسو بيوقف قدامها 5 ساعات وبيروح، وفي اللي بيحب لوحه بيوقف قدامها 5 دقائق وبيرجع بالليل بيسرقها، انه قد ما حابب. وفي ناس تبرم ظهرها وبتمشي، فهلا بدنا نراقبهم الخميس الساعه 7 ان شاء الله. هي هو المعرض. منك اول حدا بيكتب وبيرسم بنفس صحيح. الوقت صحيح. شفنا كتار عندهم مؤلفات واصدروا كتب، وكان في رسمات داخل، عظماء طبعا واسماء معروفه وحتى اسماء مش كتير معروفه. نعم. قديه في ترابط بين الكلمه وبين الرسمه، وقديش بتلاقي، وين بتلاقي حالك بتعبري احسن؟ بالكتابه، يعني ساحتي الكتابه، لانه عيت على حالي واشتغلت بعمر كتير صغير بالعمل الاعلامي، وبعدين انتقلت للكتب، عملت ثلاثيه عن اشكاليه القياده بالعالم العربي. انا السؤال انه حدا بيهتم هالقد بالسياسه بيروح على الفن، فالسياسه فن كمان، يعني بالنهايه كله فن. منن بعاد عن بعض، معك حق، في كثير ناس اشتغلوا، وقلت لك اثنيناتهم وسيله للتعبير. يعني الاهميه انه انت تقدري توصلي الفكره من خلال شيء، ان كان بالكتابه وان كان بالرسم. فاللي عملوا هيدا الشيء كان هيدا هدفهم، ويعني انا بحس بعدني مبتدئه على فكره، ما كمان هيدا هدفي انه اقدر وصل رساله على اللوحه مثل ما بوصلها من خلال كتابه. والمعرض عمليا مقسوم لقسمين، هو تحت عنوان الانتظار. كان بدي اسالك ليه الانتظار؟ لانه حياتنا كلها لحظه انتظار. صح. كل شيء بحياتك مرتبط بالانتظار. بتنطري تفيقي الصبح، بتنطري شو بدك تعملي، بتنطري شو مخبي لك المستقبل. بتنطري هالبكره اللي احلى. 100%. اضافه انه نحن كشعب هلا بلبنان، صح، يعني اسرى للانتظار بعد سلسله حوادث ماساويه والانهيار اللي عم نمرق فيه بعد انفجار المرفأ. طبعا. يعني انا عندي لوحه بتبين ميزان كأنه ممنوع انه يستوي العدل 100%. ممنوع العدل، وناس واقفه حامله الصور، في ناس ناطره العداله، في ناس ناطره النفق، نطلع من هالنفق، الخلاص، الأمل. نحن اكثر شعب اسير الانتظار بهيدي الظروف اللي كثير صعبه. فعندي بالمعرض قسمين،
قسم ملون واستعملت فيه المرأة كمادة جمالية. أنا بحب البرسوناج بالرسم، بحس اللوحة لازم يكون فيها ناس حلوين، الناس وين ما كان يعني بتحسي بيعملوا حركة وبيغنوا، فأخذت المرأة كمادة جمالية بوضعيات انتظار مختلفة، وأخذت مجموعة لوحات بالأبيض أسود أحمر بيحكوا واقع. يعني عندي لوحة مثلاً فيها الساعة بوسط بيروت، نعم، واحدة إلا خمسة، وقت انفجار رئيس وقت الحريري، وقت الانفجار رئيس الحريري، هيدا اللي كان عم بينطر كمان الساعة تصير واحدة إلا خمسة ليغير وجه البلد وليغير حياتنا ولننتقل من مرحلة لمرحلة. يعني جربت بهيدي اللوحات بهاي المجموعة انه انقل اشياء من الواقع اللي عم نعيشه واللي ناطرين كيف نطلع منه. يعني منى، شو ناطرة انت من هيدا المعرض؟ يعني مثل ما قلتي نحن كلياتنا عم ننتظر شيء، انت اكيد منتظرة شيء من هيدا المعرض، عبالك تكوني تبيني كأنت فنانة تشكيلية، العالم تعرف منى كفنانة تشكيلية، عبالك توصلي بس الفكرة اللي بدك إياها واللي هي بشكل عام شوي المعاناة الاجتماعية اللي عايشين فيها، شو ناطرة شو منتظرة؟ المهم بكل شيء بتعمليه هو المشاركة مع الآخرين، خصوصي إذا بتشتغلي بهيدا المجال، يعني إن كان بالكتابة أو بالإعلام، أو مهم تشارك الآخرين باللي بتعمليه. هي فكرة المعرض ما كانت مني، كانت من النادي الثقافي بعلي، هن اللي بادروا ودعيوني لإقامة معرض عندهم، وأنا كان صلي تقريباً شي 10 سنين عم نحكي بالفكرة. بس 10 سنين؟ 10 سنين إيه، لأنه أنا من الناس اللي شو ما عملوا ما عندهم رضا عن اللي بيشتغلوه، يعني بضل دايما بحس انه كان فيي اعمل احسن، فهيدا الشيء بخليني على طول متردده. فكانوا هني لا بتعبك كمان، اكيد بتعبك. في مسؤوليه الشغل، يعني لما بتعملي شغل مره على مره بتحسي بمسؤوليه اكبر. يعني تناخذ شغلكم مثلا، كل ما حققتوا اكيد خطوه لقدام بتحسوا المسؤوليه اكبر عليكم، اللي كنتوا تحضروه من 10 سنين تطلعوا فيه على الهواء مش مثل هلأ بتقعدوا بتحضروه، لأنه بتحسوا المسؤولية أكبر، لأنه صارت الناس تعرفكم، لأنه فهيدا بيحط عليك مسؤوليات كبيرة. فآخر شيء أخذنا القرار إن شاء الله يكون على قد، بس مثل ما قلت لك أنه أهم شيء أنه تقدري تشاركي الآخرين وتقدري هيدي الرسالة توصليها. هي مش بس أنه عم بنقل فكرة معينة أو شيء له علاقة، كمان في شغلة كتير مهمة وعم جرب وصلها من خلال المعرض وعم بشتغل عليها بالأمبيانس اللي راح يكون يوم الافتتاح اللي بتمنى تكونوا موجودين فيه، إصرارنا على الحياة قدام الناس اللي عم بيجربوا يغتالوا مفهوم الحياة، يحطمونا 100%. يعني وسط كل هيدا الهدم اللي عم ممنهج. يحرصوا 100% اللي عم بيحرصوا يمارسوه على الإنسان بهيدا الوطن، وهي عملية جريمة جماعية، يعني جريمة بحق الشعب كامل. فهو رسالة كمان أنه لا، في ناس مصرة بعد على الحياة وبدأ توقف ضد اغتيال مفهوم الحياة بهيدا البلد، لأنه كلياتهم اللي عم بيمارسوا هيدا العمل عندهم محل يروحوا عليه، نحن ما عنا إلا هالبلد. صح. فإصرارنا على الحياة هو اللي بخليني قوم بأي خطوة بتقول، وبدأ إنرجي طبعاً، بتسحب منك إنرجي رهيبة، عم بيقتلوا فيكي كمان. حتى الإنرجي ما عم بيقتلوا فيكي، عم بيقتلوا فيكي الإنرجي. إذا بدي أرجع شوي للكتابة، نعم، أنا مثلاً عندي عشق للغة العربية وبحبها كتير، وبعتبر أنه عندها طريقة، أول شيء حنونة، لغة صحيح. حنونة بحسها، وبحس فيكي توصل للقلب دغري، وعندها 100 تفسير. قد ايه بتعني لك اللغه العربيه وقديش اصحاب انت وياها؟
أنا أعشق هذه اللغة. أيام كانوا ياخذوا علي بكل المقابلات إنه معظم حكي بالفصحى. بحبها وبحسها أكثر لغة بتساعدني على التعبير. يعني أوقات بقرأ مثلا بالشعر، كنت أقرأ كثير بلغات متعددة. كنت أقول للبعرفهم أنه أنا ولا مرة قريت بيت شعر مثل اللي كتبه المتنبي مثلاً. في جمالية باللغة العربية بحس أنه ما بتلاقيها بأي محل. يعني بستمتع إن كان بالكتابة فيها أو بالقراءة أو حتى بسماعها. يعني صح. حتى بحب كل اللهجات العربية يعني. أكيد. هيدي لقلك. هيدي لقلك. من اللغات الجميلة. صحيح. حتى مفرداتها يعني بتحسي مفرداتها حمالة أوجه وبتقدر تتحايلي فيها، المواربة اللي يعني بتقدر تستعمليها وبتقدر تقولي اللي بدك إياه بشكل كتير رائع. ليكي بتشبهنا لغتنا بتشبهنا، يعني حنونة مثلنا، فيك توصلي المساج ويكون قصدك هيك بس مش قصدك هيك بس يعني حمالة أوجه يعني قد ما بدك حمالة أوجه، يعني حنونة وعصامية وراقية وراقية بتشبهنا بتشبهنا لغتنا بتشبهنا. يعني للأسف هلا في مشكلة بالإعلام تحديدا مع اللغة، في عدم احترام للغة، عرفتي؟ يعني من زمان، وحضرتك يمكن كنت بفترة معينة بالمستقبل، هلأ فيك تشوفي الفرق طبعاً. بين اللغة اللي كانت مستعملة مش بس من الإعلاميين، حتى من الضيوف. يعني لغة الشتائم مثلا نحن ما كنا نشوفها على الشاشات. يعني في شيء عم يتغير، لأنه هو سيركل فيسيو، في تشويه. لأنك انت عايشه بمجتمع هلا مشوه، انت عايشه بده يبرم على كل شيء. الصحافه بطلت نتمنى نكون انه عم نقدم شيء خارج هذا التسويه. يعني صحيح، الصحافه بطلت بس على التي في، يعني صارت الصحافه على السوشيال ميديا. صحيح. بما انك ببداياتك كنت صحفيه. صحيح. بدي اعرف رايك هلا بثوره السوشيال ميديا. هلا دائما كل شغله فيها السلبي والايجابي. يمكن السلبي انه عم بيصير اي حدا قادر يوصل اي فكره، يسوق اي فكره بشكل سيء، بس كمان هي مساحه كثير مهمه للتواصل وللتعبير عن الرأي. يعني للالتقاء كمان، للالتقاء وبتصيري بتحسي الكرة الأرضية هالقد صارت، هو زمن العولمة. يعني عرفتي، فهي وسيلة لربط هيدا العالم ببعضه. وقلت لك الجانب السيء أنه بتسمح لمجموعة كبيرة تعمل حالة وتأثر على الرأي العام. يعني في حدا بتويت واحد يخرب الدنيا كلها بس هيك، وفي عالم لقيادة بيكبوا الرأي العام، بيكبوا كل عقدهم عليك. يعني في عالم تنزل فيك متركاج رهيب. يعني صحيح صحيح. بس بالنهاية انه كمان مساحة للحرية كتير مهمة، ومساحة للتواصل كتير مهمة، ولكسر الحواجز بينك وبين الآخرين. يعني في مجتمعات كانت ما تعرف شو في خارج حدودها، خصوصي بالأنظمة القمعية والديكتاتورية. فالعولمة ربطت الناس بكل الكون. يعني صرت أنا وياكي قادرين نعرف هلأ باليابان شو عم بيصير، بتقدر تفوتي تاخدي فريند من هون ومن هون ومن هون. يعني الانفتاح على الآخرين، وهي شغلة كتير مهمة. يعني بس برأيك المجتمعات أو الشعوب حاضرة لهيدا الانفتاح؟ يعني حاضرة لهالحرية؟ هلا هيدي إشكالية كبيرة. يعني ما في حدا منه ما بيحب الحرية. كل الناس طواقة للحرية، ما في حدا بيحب القمع ولا حدا بيحب التسلط. بس المشكلة بالمسؤولية مع الحرية. هلا الناس مثل ما أنت بتعطيها بالنهاية، مثل ما كنا عم نحكي إنه في قيادة للرأي العام، لناخد مثلا
لناخذ بنظام ديمقراطي، لا غير ديمقراطي، بالأنظمة الديكتاتورية، لنفترض أنه سقط شي نظام ديكتاتوري، عملية الانتقال لأنظمة ديمقراطية ما فيك تنقليهم، ما فيك تنقليها بسرعة، لأنه بدك تمرق بكتير مؤسسات، وبدك تمرق بدك تحضري العقول 100%. يعني حتى الثورة الفرنسية exactly. ما انتزت دغري، ما انتزت دغري مؤسسات ديمقراطية، ويعني كان عصر الأنوار، مش سنة وسنتين، يعني ما في شيء بيجي من روسار ورابلي 100%. خدي بلبنان مثلا، يعني صار في انتفاضة ب 14 شباط، يمكن كانت أول مرة الناس بتعبر عن حالة، راحت يعني بعد فترة اختفت، رجعت شفتيها بال 2019. هلا بغض النظر عن الأسباب حتى ما نفوت، بس دايما في شيء بيبقى لو انطفى ما بيروح بالخالص، بيرجع بيبين بعدين. فكل هيدي تراكمين بدها تنتج شيء بالمستقبل، يعني رح نوصل لنهار رح يتغير فيه كل هيدا اللي نحن فيه، لأنه طبيعة الحياة أنه بدها تاخدك على هيدا المحل. التغيير هو طبيعة الحياة، إيه بس ما ضروري يمكن يكون sometimes مش الاستثناء. هلأ بيكون منيح ما بيكون منيح شي تاني، لأنه بالنهاية يعني ليكي أنا دايما بتطلع بتفاؤل لمستقبل هيدي الأشياء، خصوصي بموضوع الحريات، لأنه مثل ما قلت لك الإنسان عنده توق فطري لا يكون حر، فيمكن ما يقدر يحقق هيدي الخطوة هلأ، بس ما بيسكت عنا، بحال بلش فيها ما بيسكت عنا، وإن ما أتيحت له الفرصة بعدين بيورطها لجيل عم بيربيه، عرفت كيف؟ فلهيك دايما في أمل أنه بمحل، يعني ناطرين انتظار، بنرجع للانتظار، نرجع للانتظار هالجيل الجديد. منى قد ايه بتحسي لازم يفجر هالطاقات اللي عنده بالرسم، بالكتابه، بالفنون، يعبر عن رايه ويطلع رايه بمجالات معينه بالفنون؟ هلا ما فينا نحكي هيدا حكي كثير عام، نحن مشكلتنا بنظامنا التربوي، هيدي قصص مفروض المؤسسات التعليمية هي تنتبه عليها، يعني لناخد مؤسسات تعليمية بالعالم المتقدم بيهتموا بالفرد، يعني بمجرد دخوله على المدرسة بينتبهوا لمواهبه، بيعرفوا أي جانب they explore it حتى مزبوط، بيقوموا بعملية اكتشاف. نحن عنا system. نظام تلقيني بلقنه تلقين، ما بيتركوا العقل يشتغل، يعني كل شيء عم تاخديه، فهيدا ما فيك تقولي قديش فيك تقولي للجيل الجديد يعبر، بده يتعلم يعبر، لازم يتعلم يعبر، هيدا شيء مفروض يشتغلوا عليه بالنظام التربوي لحتى يسمحوا لهيدا الجيل الجديد يعرف اساسا شو عنده طاقات. يعني انا باخد انا اكتشفت الرسم كنت بعمر كتير متقدم، يعني كنت بالثلاثين لما اكتشفت اني بعرف برسم، بمرحلة جدا متقدمة، يعني انه انا لو كنت مكتشفتها وعمري 7 أو 8 سنين يمكن كنت اشتغلت احسن، عرفت كيف؟ وانا كتير بعتبر انه شيء سلبي كان انه انا ما قدرت، مش ما يعني يمكن قدرت او ما، بس ما عرفتي، ما رحت التحقت بمدرسة، ما تعلمت، ما تلمست عيد حدا، يعني عملت مجهود شخصي، علمت حالي، طورت حالي من لوحة للوحة، بس مني أكاديمية عكس الكتابة مثلا. الكتابة أنا دارسة وشاغلة وبعرف، الرسم لا، يعني موهبة وعملتيها واشتغلت عليها، وطاقة أنا اكتشفتها ما حدا اكتشفت، أتليست منى حقتيها، في ناس عندهم موهبة ما بدهم وما لهم جلادة وما بيعرفوا فيها وما بيعرفوا فيها، ما عندهم وقت. صحيح. يعني في نساء بيشتغلوا من 8 للـ5 لترجع على بيتها تعشي تدرس، نام بتنام أسي دو سويت، في عالم ما
ألف مبروك على الانتظار، يعني نهار الخميس بعلي. وين بالضبط؟ بينادي علي الساعة 7. الساعة 7 عشية. ونحن نتمنى لك كل خير، وما حدا ينطر، وكلهم ينشروا، يعني ينشروا كلهم، هو يشوفوا ويعجبوا فيه ويحبوه. لا لا، كوني أكيدة إن شاء الله خير. منى خواس كاتبة وباحثة وفنانة تشكيلية، شكرا كثير لكم. شكرا وأهلا وسهلا.